السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في المحاضرة السابعة من كورس سي في الويب ديزاينرز. المحاضرة دي هنتكلم فيها عن ال HTML5 and SEO. المحاضرة دي هنقسمها ل 2 بارتس عشان الوقت. البارت الأولاني هنتكلم فيه عن future of web، هناخد نظرة سريعة كده عن مستقبل الويب ومقدمة في ال HTML5 وعلاقة ال HTML5 مع search engines، وهنشرح تاج جديد في ال HTML5 اللي هو ال article tag. بعد كده في بارت 2 هنشرح ال section tag، ال navigation tag، ال micro data تاج والفوتر تاج بالمطلب الـ H1. تمام، خش على طول في البارت الأولاني اللي هو Future of the Web. Web Design Future. الويب ديزاين دلوقتي يعتبر هو في أفضل حالاته، يعني الويب ديزاين دلوقتي من ضمن أهم المجالات اللي الناس بتبتدي تشتغل فيها، ومن أهم المجالات الموجودة في الـ IT. تمام، ولكن يعني من الواضح إن الموبايل ديزاين بدأ إن هو يميل للموبايل أبلكيشنز، ودلوقتي الموبايل أبلكيشنز لسه ما خدتش المساحة الكاملة بتاعتها، ولكن ده الواضح إن الويب ديزاين بدا يميل للموبايل ابلكيشنز. تاني حاجه ان الويب سايتس ما بقتش هي لوحديها كافيه عشان تنجح اونلاين، يعني يكون عندك سكسس اونلاين، مش بس مجرد ان انت يكون عندك ويب سايتس بيبروفايد الخدمات بتاعتك للكاستمرز وكل الهدف ان انت تاخد ترافيك من السيرش انجنز، ولكن لا، في حاجه ظهر جديد اللي هي الماركتنج نتورك، اللي هي بس ان انت مجرد يكون عندك ترافيك من جوجل، دي مش حاجه كامله او مش تارجت بالنسبه لك كامل، ولكن ده جزء من ضمن الماركتنج نتورك، يعني مثلا من ضمنها الايميل ماركتنج، السوشيال ميديا ماركتنج، حاجات كتير قوي مش بس ترافيك من جوجل وخلاص. تمام، طيب سمارت انتراكتيف ويب سايتس. التقنيات الموجوده حاليا لتصميم الويب سايتس واللي سمحت بيه البراوزرز كمان، يعني ده بيخلي الويب سايتس مش مجرد ديتا كروت معروضه بس كده انت بتعرض ايه وبتعمل ايه، ولكن لا، ممكن تخلي الويب سايتس بتاعك انتراكتيف مع اليوزر عشان تاخد البيهافير، تاخد رايه في البرودكت بتاعته، تاخد اراءه ان هو مثلا البرودكت الجديد اللي هو عايزها جديده. يعني ينفع ان انت تخلي انتراكتيف ويب سايتس، ده بيكون حاجه مميزه جدا بالنسبه للناس اللي عايزه تنجح اونلاين. تاني حاجه، البراوزرز بقت بلاتفورم. زمان كانت البراوزرز ما بقتش عباره عن بس ويندو كده اهوت بالريفيو والكونتنت وخلاص، ولكن لا، دلوقتي البراوزرز بقت بلاتفورم، ينفع ان انت تعمل عليها ابلكيشنز، ينفع ان انت تعمل عليها حاجات كتير قوي. دلوقتي البراوزرز بتسبورت الكومبلكس بروجرامنج، ينفع حتى تعمل عليها العاب داخل البراوزرز. فالبراوزرز تعتبر بلاتفورم مش بس مجرد متصفح للانترنت بيعرض ويب كونتنت وبس. في بقى مصطلحات جديده ظهرت دلوقتي طبعا، اللي هي كلاود كومبيوتينج والبيج داتا، مش هنخش في تفاصيلهم، ممكن الناس تكون سمعت عن المصطلحات دهيت، ولكن احنا بنتكلم عموما عن الفيوتشر اوف ذا ويب. تمام، عشان كده الناس تعتبر دلوقتي بيعتمدوا على في حياتهم الاساسيه او في تفاعلاتهم اليوميه على الانترنت. تمام، فكل الداتا دهات ينفع تفيدك جدا في الماركتنج نتورك، ان الناس كلها على طول على الانترنت، تفاعل يومي، تعرف حتى الناس بتعمل ايه يوميا، تقدر انت ايه تتريس كل الكلام ده كله، فده بيفيدك في الماركتنج نتورك. بعد كده الحاجه الثانيه اللي هنتكلم عليها النهارده اللي هي انترو فور HTML5. ال HTML5 هي الفيرجن او الريفيجن الخامس من ال HTML ستاندرد، اتعمل لها بابلج اوفيشالي يوم 28 اكتوبر سنه 2014. هي طبعا مستخدمه من قبل كده، ولكن احنا بنتكلم عن الاعلان رسمي عن ظهور HTML5 يوم 28 اكتوبر 2014. تمام، اللي عملته HTML5 ان هي زودت اميزنج فيتشرز للويب، غيرت اصلا الرولز بتاعت الويب ديزاين تمام والديفلوبمنت في نفس الوقت، لان هي بقت لغه مشتركه ما بين الديفلوبمنت وبالظبط ما بين الديزاين. من ضمن الحاجات اللي زودتها ال HTML5 اللي هي مثلا ميديا سبورت، اللوكيشن، الستورج، الاوفلاين براوزنج، النيو تاجز، زودت نيو تاجز لل HTML5. تمام، سمارت سيمانتكس. ال HTML5 زودت حاجات مهمه جدا بالنسبه للسيرش انجنز، خلت الموضوع بيبقى سهل على السيرش انجن كراولر ان هو يفهم الويب سايت بتاعك ويخلي الكونتنت بتاعك مفهوم جدا بالنسبه للجوجل سبايدرز. تمام، ال HTML5 عرفتها ايه بقى بالسي. اول حاجه البيج سبيد. ال HTML5 لما تستخدم السينتاكس بتاع ال HTML5 الويب بيجز بتاعتك تبقى اسرع من ان انت تستخدم الاولد فيرجنز من HTML. تمام، وبنفس الوقت ما تستخدمش الفلاش او غنيتك عن استخدام الفلاش. تاني حاجه سيو فريندلي. ال HTML5 والكراولرز السبايدرز بتحب ال HTML5 لانها زودت شويه تاجز بتخلي من السهل جدا على الكراولرز ان هو يفهم تماما المحتوى بتاع الصفحات بتاعتك، وهنشوف ازاي ان شاء الله. تالت حاجه اليوزر اكسبيرينس. ال HTML5 اوبتمايزيشنز بقت فريندلي بالنسبه لكل الموبايل ديفايسز، عشان كده لما تعمل الويب سايت بتاعك من خلال ال HTML5 تاكد تماما ان انت بترفع اليوزر اكسبيرينس والموبايل سيو فاكتورز الموجودين
في السيو، فهي تعتبر بالنسبه لك بتزود في السيو بتاع الويب سايت بتاعك عموما، لان هي ايه فريندلي على كل الموبايل ديفايس. تمام. اما بقى النوع الجديد التاجز الجديده اللي ضافتها ال HTML5، الحاجات المؤثره في السيو اللي احنا هنشرحها النهارده، اللي هي الارتكل تاج. تمام. الارتكل تاج هو اندبندنت بلوك اوف كونتنت، يعني حاجه كده هو تي كونتنت كله مستقل بنفسه. الكونتنت اوف ارتكل ممكن يكون مثلا سيلف كونتنت او بلوك بوست او نيو ارتكل، مقال جديد مثلا. تمام. ممكن انت تخليه كل الكلام ده كله عباره عن ارتكل تاج، يعني عندك كونتنت كامل كده مستقل لوحده، ده تخليه كله عباره عن ارتكل. تمام. الارتكل تاج بيست براكتس عشان تخليها اوبتيمال بالنسبه للسيو، اول حاجه تستخدمها ان فريش اند امبورتنت كونتنت لايك مثلا فورم البلوج النيوز. تمام. او الفريكوانسي كونتنت، حاول ان انت تستخدم الموضوع ده، تستخدم الارتكل في مثلا تضيف بلوج بوست جديد، تضيف كويشن على فورم جديده، تضيف نيوز مثلا، عندك كل ده تضيفه على انها ايه ارتكل، وتقدر انت تخلي الموضوع اسهل وسمارت احسن مع الارتكل اوبجكت اللي موجود في الجافا سكريبت. بالمناسبه ان كل التاجز المضافه جديده في ال HTML5 ليها اوبجكت بيلت ان في الجافا سكريبت، فينفع ان انت تحط المحتوى بتاعك في ارتكل تمام تاج، في نفس الوقت تخلي الموضوع بالنسبه لك ينفع تعمل فيه انتراكتيفيتي مع الارتكل اوبجكت في الجافا سكريبت. تاني حاجه، ما تستخدمش الارتكل داخل الديف تاج. تمام. الناس اللي بتستخدم HTML5 طبعا عارفين يعني ايه ديف تاج، ده من الارتكلز القديمه جدا في ال HTML. تمام. فما تحاولش ان انت تستخدم الارتكل داخل ايه الديف تاج، حاول تخلي الارتكل هو البيرنت تاج بتاع الكونتنت بتاعك. تمام. لان السيرش انجن هيدي مور ويت للكونتنت اللي موجود في الارتكل تاج عن اللي موجود في الديف تاج. تمام. ثالث حاجه، تستخدم الديفولت سي اس اس لكل تاج، في ديفولت سي اس اس بيتعامل معاه البراوزرز تكون معروفه، اللي هي مثلا من ضمنها مثلا الارتكل بالنسبه له السي اس اس مثلا الديسبلاي بتاعه بلوك، ما تحاولش ان انت تغيرها، ده بيكون افضل بالنسبه للسي، وان انت تتعامل مع الديفولت سي اس اس اللي موجوده اصلا لل HTML، واظن ان هي مش هتغير لك في حاجه كتير يعني في الفيو بتاع الويب سايت بتاعك. كده احنا خلصنا البارت الاولاني من الدرس دوت ال HTML5 and SEO، ان شاء الله نتقابل في البارت الثاني. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.